تيزيرالدا. نلتقي بكمال صاحب الثلاثين سنة، حارس حظيرة فوضوية يسمح لنا بتصويره وقضاء يوم كامل معه بعد إلحاح كبير. بعد سنوات قاسية لكمال مع الانحراف والمخدرات، يستقر به الحال في هذه الحظيرة التي يستغلها منذ سنوات. أنا حياتي قاع باركين، أنا ما نبيعش وما نبيعش، مش منديش دعوة الشر. أنا يا عندي ربي، ما ربي عندي يما، مور يما عندي العجاج والدراري صغار ودعوة الخير. أنا ضربتني طوموبيل، ضربت 6 شهور 8 شهور كوما، 6 شهور وأنا ميت، 24 وأنا معوق، عامين مناهض. تعمدنا التصوير من بعيد حتى لا نلفت انتباه أصحاب السيارات لمعرفة طريقة تعاملهم مع أصحاب المواقف غير الشرعية. أغلبهم يدفعون لكمال دون المطالبة بالتذكرة ولا حتى الاستفسار عن شرعية هذا الموقف. الله يحفظك، سعيدك. طيلة يوم كامل لم يفلت من كمال سوى هذه السيدة، لم تدفع له شيئا وغادرت الموقف. يحاول كمال اللحاق بها لكنها لا تتوقف. أما هذا الشاب الذي رفض الدفع فهو مقتنع بأن استغلال كمال لهذا الموقف غير قانوني. حبت خاطر، حب خلصني، خلصني، حما خلصني. وين خلصت؟ أنا وش قلت لك؟ أنا ناس طنبيلات. بعد ساعتين من الزمن يجمع كمال 1500 دينار، وهو الذي يعمل يوميا من 6 صباحا إلى غاية 4 مساء. 150 نذاك 120. تكون عبيع قسم الشري دخان من وضع 16، نجي لهنا نستزق 12، روحنا نفطر على واحدة، نعود نولي 4 ونروح له. حقيقة إنها مهنة مربحة تستهوي هذه الفئة من الشباب ممن يبحثون عن الربح السريع. يتظاهر كمال أمام عدسات الكاميرا بأنه ابتعد عن المخدرات والانحراف، إلا أن مظهره والندوب الحديثة قد توحي بعكس ذلك. ما كاش لي سرق وما كاش لي دور ولا مافيا، ما كان. أنا ماشي مافيا وما كاش لي دور. ما نيش نسرق وقع، أنا خدام، اللي أعطاني أعطاني واللي ما أعطانيش ما أعطاني. أنا ماشي تعموس وتحت الطياح، ما نجمش الطياح. أنا يا نموت لهنا، يدفنوني هنا، حومتي هذه ماشي براوي.